طيب النهارده بالتاكيد في مجموعه من المباريات، والنهارده بالتاكيد استكمال مباريات الامس. بنتكلم النهارده في مباراتين في توقيت واحد، اتلانتا هيستضيف يانج بويز، و7 الا ربع ايضا زينت سان بطرسبورغ هيستضيف ملعمه. في الساعه 9 مساء 6 مباريات في توقيت واحد، بايرن ميونخ هيستضيف دينامو كييف، بنفيكا هيستضيف برشلونه، مانشستر يونايتد هيستضيف فياريال، يوفنتوس هيستضيف تشيلسي، ريد بول سالسبورغ هيستضيف ليل، وفيلفسبورغ هيستضيف اشبيليه. طبعا بالامس كانت في مباريات مهمه ايضا كمان، ليفربول قدر يفوز على بورتو بخماسيه، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي فوز لباريس سان جيرمان بهدفين، وبالتاكيد كان هدف مهم ايضا ليونيل ميسي. طيب مباريات كاس الليبرتادوريس النهارده، نصف النهائي لقاء الاياب ما بين برشلونه جواكويل مع فلامينجو. مباراة النهارده بالتاكيد الساعه 2:30 من صباح الغد، وكانت مباراه الذهاب انتهت بفوز فلامينجو بهدفين مقابل لا شيء. طيب مباريات اليوم ايضا في كوبا سود امريكانا، نصف النهائي من لقاء الاياب، ليبرتاد النهارده في الساعه 12:15 من منتصف الليل هيستضيف برجنتينو، وبالتاكيد ايضا مباراه صعبه ليبرتاد لانه لازم يفوز على برجنتينو بثلاثه اهداف مقابل لا شيء لسابق فوز برجنتينو بهدفين مقابل لا شيء في لقاء الذهاب. طيب دي مجموعه مباريات النهارده، وبالتاكيد الحدث الاهم هيكون متابعه مباريات دوري ابطال اوروبا والمباريات الحاسمه والمباريات المهمه.